طيب ماشي نكمل. جايه الهايبرتنشن clinic for review has been seen by head GB because frequent of headache 24-hour blood pressure recording has revealed an average systolic blood pressure 160 الدايستول 82 اللي هو وايت بالس فوليوم ده عشان اسيسكروز. there are no signs of heart failure البادي ماس اندكس 23. طيب هتعمل ايه بقى؟ دكتور حسن انزل بقى هنديها بتبقى اميلودوبين، هو علاجها الاميلودوبين. عشان ايزوليتد سيستوليك هو اساسا انديكيشن الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. هو ده ديفيكلت والله. ماشي افريج هو الاي الاي دي اي ديفيكلت افريج ماشي افريج تمام ماشي. Which one of the following most likely diagnosis is bilirubin is okay القناة الفسفاتيز عالي، البوتاسيوم low normal، الصوديوم low normal، CRP عالي سنة ماشي. ايه تاني؟ ماشي البليتلت قليلة برضه حتى بسيء. طبعا حالة ايه بقى؟ الهيموجلوبين قليل على MCV 104، 74 سنة، فيميل، does not to drink up to 50 units alcohol per week is admitted to emergency department with frequent falls and self-neglect. She has multiple episodes of hospital admission, usually for alcohol intoxication. Examination blood pressure 135/88. Pulse كويس. Glycemia 13. He have right-sided neglect. She appears to have right-sided neglected, and he is unable to comply with simple commands. You notice this six nerve bones هي اللي هو نجلكت. يعني ايه؟ يعني عندها باريسيز يعني ولا لا مش ولا هي دي بتاعت البرايتال ليجن الاتنشن مش شايف نصه الثاني. ايوه بتاع البرايتال تمام. He makes bruising on his left side of her head تمام. الليفت عمل لنا نجلكت عن الرايت ماشي. 6 نير بولز طب معاه فيفر ولا حاجه؟ هات الحاله تاني. هو الفريكوينت فولز والجلاسكوكوما وعشان الفرق يعني هي سبب بتعمل 6 الا لو كان معاها كومبريشن على لا هو عنده بروزنج في السايد في الليفت سايد اوف هيد. انا معاكي بس ده بيعمل 6 نيرف اللي هو السبدورال اللي بتعمل 6 نيرف بولسي. السبدورال عشان شوفوا ال 6 ده يبقى زاد الانتركرينيال تنشن، يبقى في حاجه سبيس اوكيباين خلاص. بس احنا بندور بقى على ايه بقى؟ مفيش حاجه. 6 ولا الثيرد؟ لا ال 6 لونج تيرم وثين مع اي انكريز انتركرينيال بريشر بيتضرب، بيسموه الفولس مش عارف ايه لاتراليزيشن بقى هنا. سبدورال ابس سبدورال هيموريج. هو المفروض احنا لو بصينا ابسس هنا نبص على ايه؟ نشوف فيفر او لازم يكون معاها فيفر. احنا غلطنا صح، معهاش فيفر، حاجه مهمه جدا. طيب هو هنا ايه؟ بس عشان الكحوليك بس مش الكحوليك صح بيقع كتير والقصه. ما انا بقول لك فريكوينت فولز والفريكوينت فولز مع الكحوليك بيشنت دايما سبدور اللي هي مع الكحوليك ومع الاولدر ايج ومع هي كمان يعني والكلام ده. هو الكلو بتاعها بسيط جدا بس احنا مش عارف ليه رحنا القصه بتاعت بس مش عارف ايه تفسير اللي هو السكس نيرف بولسي. خلاص هي اوكيباين يعني سبيس اوكيباين هيكون في بريشر يعني. ايوه هو لازم دي سبيس اوكيباين صح، وهتضغط هتزود انتركرينيال بريشر صح. ولازم ايه؟ ايفاكيويشن. بس حضرتك لو انت قلت البرايتال ليجن بيعمل لنا ايه اللي هو النجلكشن للرايت سايد؟ ده كان نخليها سندروم صح؟ إيه انت قصدك على السندروم اللي بيبقى جريتر من كالكوليا وفينجر والالكسيا والليفت رايت اناتنشن لا كان اسمه ده مش فيها. ما انا عارفه اللي هو الجريتسمان ده الجريتسمان الفور ايز او 5 ايز. لا ده ما كانش فيهم ده، بس مش هي دي مش تبعها. هي كانت لوحدها في البرايتال، لوحدها من ضمن الحاجات بتاعه البرايتال. بتبقى ليجن الله اعلم، بتبقى في السنسوري اسوشيتد اريا، بيبقى نص الجسم بيحلق دقنه، نصها بيستحمى، نص جسمه. القصه دي بتاعت نجلكت. هي فكره البرايتال ماشيه مع السب ديورال، عشان السب ديورال بيقول لك بتاخد المفروض التمبرال والبرايتال، يعني ده بياكد لك الموضوع. بس هي الفكره اكتر مع التمبرال والبرايتال. تمام. الاكسترا تمبرال، اكسترا ديورال تمبرال، نم سب ديورال برايتال وفرونتال. سوري مش تمبرال، فرونتال. برايتال وفرونتال على الجزء الفوقاني اللي هو بتاع الوقعات المعرض للخبط. تمام، صح، فعلا. طيب عايزكم تقراوا السؤال. ايه النكست ستيب؟ انا ما اجي بس واحده وهجي. ماشي يا دكتوره ياسين. ماشي. عايز most appropriate next step. 32 سنه فيميل معاها history of severe asthma is reviewed in respiratory clinic having been admitted for third time to ICU unit over the past year. Current medication include high-dose steroid, long-acting beta-agonist, LABA, immunolocust, oral thiophyllin. She is unable to reduce her oral prednisolone below 10 mg without significant increase in her symptoms. Examination blood pressure is okay, pulse is okay. He's scattered with auscultation on the chest. The peak expiratory flow rate 352 and normal up to 520. الورك اب از elevated IgE otherwise a remarkable chest X-ray. هو عايز المونوكلونال اللي بيجي مع الاي جي اي اللي هو الاوماليزيماب ده. اوماليزيماب تمام. اوكي، ده موضوع المونوكلونال انتي بادي ده واخد معاهم من 2017 ده. انا لو رحت 16 هلاقي. بس مش الغريب ان هو مش موجود، مش مكتوب في الباس ميديسن. ما عادي يا دكتور حسن، ما هو باس ميديسن هيكتب لك كل حاجه. ليه؟ هي اصلا امالها هتدخل الامتحانات ده هتكرر معانا اكتر من الانفليكسيماب. تهيألي ايه ده؟ هو الاوماليزيوماب. الاوماليزيوماب كرر كتير يعني، قصدي. تمام ماشي. ما هو انت معاك باس ميديسن، باس تيست اون اكزام، مش ده بس الون سورسين. ماشي. طيب what do you expect it to act؟ ايوه. في عنده ايه؟ اللي هو الانتي ايميتيك بيعمل ايه؟ على الكيموتريسبتور. اللي هو زي الاونزانتيرون ده على الكيموتريسبتور صح ولا ايه؟ انتيرو باوبتيك نيكلاس سوليديرا سوبتا نيكلاس سوبرا كايزميك نيكلاس. والكيمو تريجر او في حاجه البلاد برين بارير في كام حته كده بيبقى ايه انتربتد فيهم من كذا مكان، مش فاكرهم، بس هو هتلاقيه قصده السؤال على الحته دي. فين الكيموثيرابي هيعمل ستيميوليشن وهيعمل نوزيا فوميتنج. ميديال بري اوبتيك نيوكلاس، هو بيتكلم على الفوميتنج سنتر اللي هو انت هتشتغل عليه، بس هو فين بقى؟ هيوصل ازاي للفوميتنج سنتر؟ من خلال ايه؟ ايوه ماشي. ما هو فين بقى؟ ما هو بنتريت اكيد البلاد برين بارير. هو هيستخدموه ازاي لو هو مش بنتريت؟ ماشي، هات الاجابه بقى. يعني انت لو عارفها. مش عارفها بصراحه. ماشي، احنا مش عارفينها. تراكتاس سوليداريوس ايه اللي فيها الريسبتور 5 اتش تي 3. هو ده مش نفسه تبع هو الاندوستيرون. الاندوستيرون نفسه. هو نفسه. ايوه. هي نفس العين، بس ده اسمه ايه؟ ده سي تي زد. ثلاث اماكن هنا. بيقول فين بقى؟ الفيجال نيرف تيرمينال، الجي اي، والكيمو ريسبتور تريجر زون لوكيتد في الاريا اللي هي البوستيما، اظن هي دي البوستيما اللي انا بقول لك عليها دي، والنيوكلياس تراكتاس سوليداريوس في الميد برين. الاماكن هي ما فيهاش البلاد بيعدي ليها، ما فيش بلاد برين بارير انتربتد فيها. اريا بوستيرما، اريا بوستيرما، ماشي. بحاول اراجع القصه دي واجيب لكم الارياز دي، انا فاكر ان هم كانوا 4 باين او 3. طب ما تجيبهم على الصوره كده على ال على النت كده. طيب نعمل نكتب ايه مثلا؟ نكتب واحده فيهم وهيجيب لنا الباقي. نكتب انتي ايميتيك سنتر او ايميتيك او بوم او ايميتيك سنتر او بومتين سنتر، اي حاجه. او الدواء ده اكشن، بس هو هتلاقيه مش هتلاقيه صور. هي انا عايز بس اشير معاكم بس دي. لقيت حاجه هنا، شوفي بيقول لك ان هي does area postrema have blood brain barrier. هنا شوف it lacks tight endothelial blood brain barrier. تهيألي انا كنت قارئ القصه دي. ايوه اسمها ايه؟ اسمها circumventricular organs. هي دي circumventricular organs دي عباره عن ايه؟ small sized structure lining the cavity of the third ventricle، ماشي، وفاسكولار اورجان اوف لامينا تيرمينالز وسب فورن، وفي الفورث فنتريكل اسمها الاريا اوف بوستريما. المهم ان انا سمعت الكلام ده من الدكتور نجيب، كان بيقول ان البلاد برين بارير مكشوف بس في كام منطقه، في تقريبا في 4 حتت، من ضمنهم ان هي الاريا بوستريما دي. واللي كان ايه التاني اللي جابه لنا في السؤال هنا؟ كانت النيوكليوس تراكتاس سوليداريوس. هي فين هنا الحاجات دي؟ مش جايب سيرتها. طب خلينا نبحث لكم عنها طيب لوحدها كده. كوبي. وهنا بيقول ايه بقى؟ هنا بقى توهان كده. blood brain barrier structure and functional barrier prevent free exchange circulating substance with the brain. تمام. where endothelial cell microvessels هي اللي بيمسكوا مع بعض بتاع junction. والقصه دي في عندنا حاجه اسمها السيركم ventricular اورجانز باي كونتراست في عندها ليك في التايت جانكشن واند اكسبت مور دايركت كوميونيكيشن وذ سيركوليتنج بلاد اند سي اس اف despite many outstanding morphological study. ماشي. والكلام ده بيقول ايه؟ دايركت باسج بلاد born substance to the rest of the brain. The study shown الاريا بوستريما والنيوكليوس تراكتاس سوليتاريوس was illustrated بالإميونوهيستون. بس مش هيقدر الحسنات اللي بعده، مش خلاص هما الثلاثة برضه يقوم و بس خلاص هبدأ موجود بقى بوستريا دي والثانية السوليتاريا. طيب نرجع. تمام. تمام يا اخوانا. بوم. Which one of the following to be the most impacted in renal impairment؟ هتلاقيه اللي هو عضلة الدابة ده مش موجود فيه. طيب 60 سنة is admitted to emergency department with acute and chronic renal failure following the real illness. This creatinine rise من 132 ل 327. And there has been significant fall in serum by carb and multiple medication. Medication الاميلودبين، الليناجليبتين، الامبرازول، سيمباستاتين، الوارفرين. دي في دول هيعمل لنا IgE. هيعمل IgE؟ أكيد مصاب بكورونا. يعني هيورث الكدني فانكشن. الليناجليبتين. تهيألي أنا بين الاثنين، بين البي والسي، يمكن الليناجليبت ده، الليناجليبت كانت أصلا السايد إفكت بتاعته كتيرة وغبية كده. لا هي ولا إيه؟ أنا سسبكت يعني، مش متأكد. بس يمكن بساتين اي اقتراح يا شباب نشوف. البي بي اي مش عارفه. الوارفرين يا جماعه، الوارفرين ليه بقى؟ هايلي بروتين باوند وسيجنفكنت تشينج في الاسيد بيس ستيتس. شوف السؤال بقى جاي ازاي بقى هنا. هيخلينا دريفن باي رينال فيلير كان ماركت انكريز وان باوند الوارفرين فراكشن. هيعمل لنا رابد انكريز ان اي ان ار. بيشنت وذ رينال امبيرمنت الاي ان ار شود بي كلوزلي مونيتورد. احنا فاهمين السؤال، كنا فاهمين السؤال غلط. هو ايه ده بي كي اللي في السؤال يعني ايه؟ البي كي معناها ايه؟ في السؤال مكتوب ده بي كي. بحث معلش بس ارجع على السؤال. The BK of which of the following. BK أنا شفتش البي كي دي أساسا يعني ما أعرفش. فارماكوكاينيتيك معقول؟ فارماكوكاينيتيك أوكي ملهاش حل غير كده. بي كي ودراج هي فارماكوكاينيتيك البي كي، والبي دي فارماكو دايناميك. تمام. طيب بس امباكتنج باينه. ماشي السؤال كده اتفهم صح كده تمام. اي حاجه هتشتغل على البروتين بتزود الباوند تو بروتين صح. هات الاكسبريشن تاني كده. مصر حاسه ممكن اكسبلانيشن تاني. انا عايز شباب ولا ايه؟ هو هايلي بروتين باوند لما بيحصل اسيدوز بيبقى ان باوند. تمام بالظبط. اللي يبقى الفري فورم معاه كتير جدا فيقوم مزود الاي ان ار. عشان كده لازم الكلوز مونيتورنج لما بندي وارفرين نعمل كلوز مونيتورنج للرينال فانكشن. تمام فكره حلوه برضه. انا افتكرت الموسايد افكت هيعمل رينال امبيرمنت. ما انا عماله اقول ايه الحاجات اللي بتافكت الهيموداينامكس بس طلع السؤال حاجه تانيه خالص. Most likely diagnosis if your previous test negative with FSH 30 ده عالي أكيد صح. TSH 2 و3 كويس مش كده إن الصوديوم كالسيوم likely تمام يبقى كويس. ماشي حالة مين بقى؟ 24 woman جاية history of autoimmune hypothyroidism come to endocrine clinic for review. He concerned he has not missed her period for 5 months. and reported decreased libido. Multiple pregnancy tests have proven negative. She takes methotrexate per day and is compliant with therapy. ضغطنا والفيتالة كويسة. البادي ماس اندكس 24. تمام. مش ده اللي كان بيعمل سكندري امينوريا تقريبا؟ لا اي ثينك ان العينه دي بي سي او، عشان الهايبوثيروزيزم ليها علاقه بالبي سي او. انت قصدك عشان اوتو اميون؟ لا قصدي بيجي مع البرايمري اوفيريان فيلير تقريبا السكندري امينوريا، ولا كان المعلومه دي غلط؟ يا فاميلي او ليها علاقه بالثيرابي برايمري اوفيريان فيلير لو هي بتحصل توكسيك دراج اي ثينك يعني. ده هيبقى ممكن تكون بي سي او. هي دي بس برايمري اوفيريان. هي برايمري. انا كنت حافظها ان هي البرايمري اوفيريان فيلير هي بيجي معاها السكندري امينوريا، بس ما عنديش اي. تمام. بيبقى فيه برضه ماركت ديليفيشن في الاف سي اتش، برضه اوتو اميون ديزيز. كان ايه الاوتو اميون ديزيز اللي معاها هنا؟ اللي هو ثايرويد، هايبوثايروديزم. اللي هو الهاشيموتو. طيب اوكي يا شباب، سؤال تاني عايزين نشد عشان ننقل على الباص ميديسن. خلاص فهمت. Which one form most appropriate intervention with respect feeding؟ respect to feeding. الايه اللي فيه عالي، الالبومين قليل، هي ايه بتاع ده انوركسيا 2.1، الفوسفورس قليل، الكرياتين كويس، البوتاسيوم 3.7 كويس، البيت قليلة، الوايت بلاد سيل عالية، ال WCB بليتلت 10، الويتس بتاع على قصد الام سي في. لا انا كده مش غلطان فيه. طيب يمكن ام سي في وغلطان فيها، يمكن مش عارف. طيب حجم هنا فوق. طيب انيميا وماكروسيتيك انيميا. الدبليو الليكوسايتوزس وثرومبوسايتوبينيا، ومعانا الالبومين واقع والكالسيوم لو نورمال. طيب هو عايز ايه، دايجنوزس ولا عايز ايه؟ عايز انترفينشن. تمام اوكي. طب 49 سنه جاي بريكارنت هيستوري اوف ريكارنت بانكرياتايتس، انتو اي ار وذ سيفير ايبيجاستريك بين early on Saturday. He has been vomiting profusely and feeling unwell with hyperventilation and pins and the needle affected both their hands on. ضغط 110/70، بلس ريجولار، بايركسيا 38، ومعاها مارك تندرنس with guarding on palpitation on the gastric. with guarding pancreatitis. كنت أقول لك pancreatitis. طيب هنعملها MBO. دي اللي خدناها النيزو جيجونال تيوب، خدناها قبل كده نيزو جيجونال تيوب. الحسن نيزو جيجنال عشان بنعدل البنكرياس بالاستومك والحاجات دي كلها. جاستريك، نيزو جاستريك. طب ليه بقى مخربه بقى؟ systemic review he has revealed no significant difference in safety and tolerability profile of nasogastric tube versus nasogenital feeding. تمام. And the similar positive outcome given that nasogastric tube insert does not require specialist assistant. عشان دي انت بترشقها وخلاص، انما الثانيه دي هتحتاج يدخل specialist. تمام. بس نيزوجيجينال كان لها انديكيشن كده لوحدها. هي البكتيرياتايتس بس هو الفكره ان هو كان بينها وبين البارنتال لا كان السؤال اللي جاي بينها وبين البارنتال فيدنج، فقالك لا النيزوجيجينال احسن عشان البكتيريا تنجس، انما لو جاب النيزو جاستريك والنيزوجيجينال لا هتاخد النيزو جاستريك يعني عشان ده لسه ابديتد يعني. اوكي يعني بيقول negative more negative outcome in this situation. هو الشاشة أنا عندي ثابتة، الشاشة اللي عندكم اتحركت؟ يمكن هتوصلك دلوقتي. تمام. Finding a suitable for negative outcome in situation negative outcome. طيب الأوتو أنتي بودي نيجاتيف، اليورين بلاد بوزيتيف، البروتين مفيش. لقيت انفستيجيشن كويسة. ماشيين سنة present with nephrology clinic. He currently diagnosed with IgA. Suffered from hematuria after respiratory tract. وضغطنا كويس، الباص كويس. سامي من IgA ايه هو النيجاتيف؟ ان هو يبقى هايبرتنسيف او بروتونوريك حاجة كده. او RBGN يا ده هايبرتنسيف اكتر حاجة مش جايبه لها. الضغط كويس، 1 بلس بروتين اليورين، الكرياتين 80 نيجاتيف. ماشي نيجاتيف يعني اللي هو جود بروجنوزس يعني. لا نيجاتيف فرانك ماتيوريا صح؟ لا نيجاتيف اوتكم يعني ايه؟ نيجاتيف اوتكم يعني جود ولا ورس يعني جود بروجنوزس؟ لا جود نيجاتيف اوتكم يعني عكس يعني الاوتكم هيكون احسن الجود بروجنوزس. ضغط ولا البلاد؟ هي فرانكي ماتيوريا لو هي مفيش فرانكي هنا. لو هي بوزيتيف يعني وان بوزيتيف ده فرانك؟ لا هو وان بوزيتيف ده فرانك؟ يعني إذا ما في فرانكي ماتيوريا اللي هي الجود بروجنوستيك في الاي جي اي. بعد كده نشوف. طيب هو الضغط والإيه؟ بلط ماكروسكوبيك، هما بيعتبروا الوان بلس ده ماكروسكوبيك؟ ورس بروجنوزس، ورس عكس اللي احنا فاهمينه اساسا، عكس اللي فاهمينه. بس الغريبه انه الفرانك هيماتيوريا هي جود بروجنوزس ايوه تمام. هو بيعتبر الوان بلس ده مش حاجه يعني، فاهميني يعني ده مايكروسكوبيك مش ماكروسكوبيك، فهو عشان كده بيقول لك ده نيجاتيف اوتكم يعني جود باد بروجنوز. اوكي ما كده هجيب السؤال يقول لي نيجاتيف بروجنوزس، ما لازم يعني يقعدوا يقولوا لنا مش عارفه ايه. ماشي واتش هو انا بفولك ذا موست لايكلي دايجنوز، كرياتينين عالي، اليوريا عاليه، البايكارب ابر لا الكالوزس بقى هايبوكاليميك الكالوزس ماشي، صوديوم بوتاسيوم هيموجلوبين 10. طيب عايز ايه في الحالة؟ 74 سنة، جاي بيبي ريزيستنت فوميتنج اند ديهيدريشن اوفر ذا باست فيو دايز. One at the least on occasion these vomiting had been coffee ground in nature. He admitted to ingestion of indigestion with intermittent vomiting, stretching back over a year, although he has been lost a very modest amount of weight. He drank no alcohol, non-smoker, blood pressure 175 pulse كويس. They are marked tenderness على الإبيجاستر مش يعني هي البوزيتيف مع persistent vomiting و وإيه ودي hydration وكان معاها وان ليست اللي هو الهيماتيميسيس في واحدة من الأوكيجن. تمام. ومعاها بيجسر من دمستين. عايز ايه طيب؟ أثر. كم عمره؟ 74. لا ويت لوس يبقى لا كارسينوما بقى. يبقى جاستريك ولا اسوفيجيال كارسينوما؟ اطلع طيب هنشوف ايه في على الابيجاستريك. يبقى لا يبقى جاستريك بقى عشان ما معهاش لا بالكحول ولا بتسمو، وده اكتر في الاسوفيجيال كارسينوما اكتر من الجاستريك. تمام صح. وويت لوس يبقى resistant over dehydration over the past few days. في vomit hematemesis واحدة، هي admitted the indigestion and intermittent vomiting. لا يبقى دي esophageal carcinoma عشان indigestion و vomiting stretch back. لا بتاع ده اسمها ايه؟ طيب اللي هو هنا هنا مكتوب lost a very modest amount of weight، يعني حتى مش لدرجة انه اسوفاجيال، يعني مش لدرجة انه كارسينوما. بس احنا علينا باللص، يعني علينا باللص، يعني انا ما بعرف البيشن كان كم، بس هنا very modest هو بيقول لك يعني انه هي lost weight، يعني فرانكلين lost 3 كيلو 5 كيلو وذن كذا يعني. بس هل الديبينال ألسر تعمل فوميتنج لدرجه انها تعمل الكترات ديستربنس؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه انا شفتها، انا صراحه شفتها على الواقع يعني، بس ما بعرف صراحه يعني، انا بس بقول انه المودست ويت يعني ما بي هنا هي الكلو يعني، لانه ما في ريسك فاكتور. كان اللي كومون ديودينال ولا الجاستريك؟ كان مين الكومون عن الثاني؟ لا اي ثينك ديودينال على حسب ديدنال. ده انسيدنس برضه بينهم. لا الديدنال اكتر، الديدنال اكتر. الديدنال بتاعي بس هو الايج هيقول ان هي كارسينوما، والمودست مودست مش ديدنال. ديدنال صح. انت قلت بقى مودست ويت لوس، خلاص يبقى احنا بره الكانسر. لا مودست يعني هي انه مش شيء يذكر، يعني مش لدرجه انه كانسر. أنا شفت كذا سؤال لما هو يجيب لك إنه يعني إنه بيكون الريدكشن الويت ريدكشن بيكون يعني حاجة لا تذكر أو حاجة يعني very modest، فإتس مين يعني. جاب لك برضه البودي ماس اندكس 23، ده كويس يعني، اللي بيبقى دايما أي كانسر. أنت ما هتقدر تحكم على لو أنت مش عارف إنه البيشنت يعني البريفيوسلي يعني البودي ماس حقه كان كم، فأنت ما هتقدر تحكم إنه هو how much he lost weight أو هتشوف الديفرنس يعني. برضه اي تيومر هيبقى كشكسك، هيبقى بودي ماس اندكس 23. طبعا كويس يعني. الشكسك ده اقل من 18. بعدين هي الاوكيشن مع دي، قصدي بلس دي، بس هو مش حاططها برضه كده، اكيد حاططها يعني برضه. لا شوف ال الاوكيشنز الفوميتنج. طب ليه مش جاستريك؟ ما بعرف صراحة. شوفها هنا بقى. جريتر لوس. لا دي كارسينوما علينا. انا عايز الجاستريك ألسر. are more rarely associated with obstruction versus duodenal ulcer. يعني هو دلوقتي الدينا الأكثر عامله لنا obstruction، فهي مديانا السيمتوم صح كده؟ بعدين لا بيشرب سجاير ولا بيشرب الكحول. يعني ما في ريسك فاكتور للكارسينوما. لا الكلو بتاع لا مش هون بس، انا هو الانسر هو داخلها بدخله الاستريكشن، يعني الانسر عمل استريكشن بايروليك استريكشن، فبالتالي العيان يرجع كتير، فاهماني؟ بس ايوه، فعشان كده كنت معترضه على الديودينال الانسر، عشان كده ان هو مش هيدينا بريزيستنت فوميتنج لدرجه ان هو يدخل لنا في الكترويد ديستربنس، عشان كده انا كنت بقول في حاجه استريكشن على مستوى فوق مين فوق يعني بالظبط، انما هو لا اجيبها لك من تحت. دي دينا وعامله لنا ستريكشن، دي دينا ستريكشن، دي كلو برضه. وعشان الهايبوكاليميا والهايبر والميتابوليك والبتاع والالكالوزس، عشان البايكارب بتاعنا عالي. صح عشان بيرص اسيد كتير. تمام. انا قصدي بس السيفيريتي دي حاجه اوبستراكتيف يعني، مش جاست ألسر وخلاص يعني. اوكي يا شباب، ماشي يا فكرة حلوة. This confusion. ماشي. الرايت لوب في consolidation، اليوريا والكرياتين كويسين، بوتاسيوم صوديوم بلاش. تمام كله اوكي. صوديوم لو لو تمام. ايوه خلاص نيست عشان صوديوم. صح صوديوم لو. طيب حالة ايه بقى؟ زيادة ولا ايه؟ فيوجن. خلاص فيوجن هيبقى معايا. ماشي. نديله ايه؟ زيادة ريستريكشن، فلويد ريستريكشن. ماشي. احنا قلنا تحت بس على حسب البيشنت. لو ما في لو هو اسيمتوماتيك او ليه او هو بيقول لك كونفيوجن، بيقول لك تحت كونفيوجن. غالبا هي لا انا نيورولوجيكال يعني يكون سيزر او كذا، هياخد صوديوم سلاين. سلاين بس. لو لا خلاص عشان كلمه كونفيوجن لا فلويد ريستريكشن. ما هو الكونفيوجن ده بيعتبره من المايلد سيمتومز، السيفير سيمتومز اللي هو الكوما، السيجرز، الكلام ده كله، السيجرز او ايوه. فهو الكونفيوجن ده فلويد ريستريكشن. الثاني ده لازم اي في سلاين، وات ايفر بقى ذا كيس، وات ايفر بقى السيناريو. فاهمين هم بيحبوا الاسطمبه دي. اوكي شباب، ناخد السؤال ده. ده بعدين سماب ده مش ده الرانكين. رانكي. لا ده الرانكي بتاع الانهبيتور بتاع بس بلوز. الواحد حاسس ان هو هيدخل في الامتحان يعني. لا احساس كاذب، بس الواحد انه الشيطان انت نسيتي كل حاجه ليه؟ يومين شغال معايا في الليله دي. ربنا يسترها والله. ماشي. ذا فولوينج موست يوسفل نيكست انفستيجيشن 23 مان جاي بإريثروماتيس كيلينج grazy rash affecting the skin. Skin folds around his nose, his ears, his scalp and upper chest. Daily هي الأكل تقريبا. And recently returned to years. That is special. Special ولا هو بتاع الأكل يعني. He turned from years back in. كان اسمها سبيشيس درماتيتس، سيبرويك درماتيتس. سيبرو. ايوه تمام. Which admitted to use illegal drugs including smoking heroin. Inflammation, blood pressure is okay. Pulse is okay. There is general lymphadenopathy, generalized lymphadenopathy. Body mass index قليل 19.5. هي بعيدة جدا. HIV لأن السبورك ليه حاجتين، HIV والإيه والتاني الباركنسونيزم. HIV السبورك درماتايتس فيه أسوشيشن لحاجتين اللي هو HIV والباركنسونيزم. معرفش علاقة بالباركنسونيزم بالموضوع، بس هو محطوط في الأسوشيشن. صح افتكرته، الباركنسونيزم. صح كلامك مظبوط. سبورك درماتايتس له علاقة بالقصة دي. تمام. طيب آخر سؤال في هذا الامتحان. most likely to be defective هنا. الفيلد اللي هي 510 which is بوتاسيوم المغنيسيوم. أيوه. لا الكيوتين تيربل العالية كبيرة فين؟ بوتاسيوم شنو؟ بوتاسيوم فعلا. طيب الحمد لله خلصنا الامتحان ده.